هانتوما كما تشوفوا كلشي باين، المارشال داخل والناس فين مفرشين، الناس اللي عندهم الحوانت مفرشين برا. يعني هاد الناس اللي مقابلين هاد الحومه ولا هاد السيكتور، هاد عويد الحجاج ولا السويق، هاد حي السلام ولا حي الرياض، ما عرفنا سميتها، رسميتها تتشوفوها مباشره، ها هي فين هما. وانتم تتشوفوا كلشي قدامكم، ها انتم مالي الحوانت فين هما، كاينين هنا اللي مالي الحوانت اللي ماشي مالي الحوانت. يعني المارشي راه لداخل خاوي، وفيه اكثر من مزيد 65 حانوت ديال هاد رئيس الجمعيه وديال هاد القائد وهاد الناس اللي جالسين هنا كاملين مستافدين. هانتوما تتشوفوا عندهم الحوانت لداخل وخارجين على برا، ما فهمناش شكون اللي مسير هاد عويد الحجاج، واش القايد، واش الاغلبيه اللي يعقوب، واش يعقوبي، واش ما فهمناش. لا اله الا الله، الله ياخذ الحق ولا ينصر سيدنا. هانتوما كما تسمعوا كما تشوفوا هاد الناس هادو هما اللي تشوفوهم، فيهم عيالات، فيهم دراري، فيهم شباب، فيهم شياب، فيهم كل شيء. وحنا ما باغيين والو، حنا شعارنا الله الوطن الملك، وباغيين شي لجنة تطلع تحقق مع هاد الناس. هادو بالعبارة راهم شفارة لصوص، يعني حقولنا معاهم. وإلا كنا تنكذبو حقو معانا تا حنايا، حنا ما تنطالبو بوالو، تنطالبو بالحق ديالنا يجي لنا لولاد عوينة الحجاج، وما تنطالبو بوالو. وشعارنا الله الوطن الملك. شي كلمة لا باغي تقول؟ هادشي كلشي كاين، هادشي كاين. احكي لنا شنو واقع. كاين عندنا المحلات تباعوهم، ماشي ديال مواليهم باعوهم، كاين المحلات اللي زول مواليهم باعوهم، وعندنا البيسيات تباعو. شنو هما؟ البيسيات تباعو، تواليطات. وعندها واحد سميتو دفعنا الولايه، ما جاوبناش عليهم. هي نعم. وكاين ودفعنا واحد تخرير للباشا، قال كان غادي يحلف باش لكن ما جاش حتى واحد. هذا المارشي هذا واش فيه الحوانت تما اليوم؟ القائد مشينا عنده، قلنا عنده الضرار، قال لك انتم ما درتوا اللي كيتكلف فيهم، هذا اللي تكلف عليه.